شكرا سيدة الرئيسة. اسمحوا لي بمناسبة أن أتقدم بالتهنئة الخالصة والحارة للسيد وزير المالية على اختياره مؤخرا كأحسن وزير مالية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. هذا شرف لكل المغاربة. ثانيا سيد وزير الاتصال، دفاتر التحملات في صيغتها الجديدة هي انتصار متعدد الأبعاد، هي أول انتصار لجميع المغاربة، أغلبية ومعارضة، مهنيين ومنتجين ومواطنين. هي انتصار لإرادة الإصلاح الحقيقي الجذري المؤسس لمرحلة إنهاء التحكم والفساد والإفساد والريع. انتصار لتوفير متطلبات الخدمة العمومية المنتظرة منذ أمد بعيد. هي انتصار لدعم التنافسية في هذا المجال الحيوي. هي انتصار أيضا لتعزيز الحكامة القائمة على النزاهة والشفافية وربط مسؤولية بمحاسبة وتوفير يعني تكافؤ الفرص بالنسبة لكافة المتدخلين. هي انتصار أيضا للمنهجية المعتمدة القائمة على أساس إشراك كافة المتدخلين من مهنيين وعاملين ونقابيين وأكاديميين وغيرهم. سيد الوزير المحترم، دفاتر التحملات جاءت لكي تقول مشى الزمان ديال الشركات الإنتاج المستفيدة بالتليفون بتحت الطاولة. الآن إما أن نعزز الخيار ديال تكافؤ الفرص والتنافسية بين الشركات الوطنية المخولة والمؤهلة، وإما أننا في صف المشوشين الآن اللي كيقوموا بالتشويش اللي كانوا معتادين أنهم ياخذوا واحد الصفقة بالتليفون. هذا زمان جيبغيناكم السيد الوزير المحترم باش تأكدوا معنا بأنه انتهى هذا الزمان، انتهى هذا التحكم، انتهى هذا المنطق ديال الريع. المغاربة ينتظرون مرحلة ما بعد دفاتر التحملات في صيغتها الجديدة لكسب رهان الجودة باش نقوموا بتحقيق مصالحة حقيقية للمغاربة مع الإعلام العمومي ديالهم. تحدي سيد الوزير المحترم ديال الإمكانات، ولي اليقين أن الحكومة واعية ومستعدة لتوفيرها بالكامل لتوفير هذه الخدمة ولتحقيق هذه المصالحة ولتحقيق إشهاع البلد ديالنا عبر إعلامه العمومي. العاملون أيضا السيد الوزير المحترم ينتظرون منكم وأنتم مشركون لهم محاورون لهم متفاهمون لهم، كيف لا وأنتم جزء منهم بالأمس القريب. سيد نائب انتهى الوقت، شكرا.